السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة أبدأ واستمتع كالعادة. فيديو جديد من قناة الإبداع والتميز كرييت إصفان أبدأ واستمتع. النهاردة الفيديو بيتكلم عن جزئية من الجزئيات المهمة اللي بتفيد جدا منشئ المحتوى وأصحاب قنوات اليوتيوب، وهي الإعدادات الافتراضية لقناتك على اليوتيوب. يعني إيه إعدادات افتراضية؟ يعني الإعدادات اللي لازم تكون موجودة في كل الفيديوهات بتاعتك، اللي بتسهل عليك بشكل كبير جدا وصول قناتك لأكبر عدد من المشاهدين. يعني على سبيل المثال في الفيديو النهارده هنوريك كيفية وضع تاجز معينة لجميع فيديوهاتك بدون ما تخش على كل فيديو وتحدده. يعني انت راجل عندك 50 او 60 فيديو او 100 فيديو على قناتك، ما ينفعش تخش تعدل في كل فيديو بروحه، طبعا مشكلة كبيرة جدا. فالنهارده هنخش دلوقتي مع بعض ونشوف كيفية عمل إعدادات افتراضية لجميع فيديوهاتك بسهولة ويسر، وإن شاء الله تستفيدوا جدا من فيديو النهارده. يلا بينا على الكمبيوتر. اهو دخلنا على الكمبيوتر، بتخش على صفحة اليوتيوب بتاعتك، قناة اليوتيوب بتاعتك، بعدين بتخش على اليوتيوب ستوديو، تمام. وعشان نوصل للجزئية بتاعة الإعدادات الافتراضية هنخش على اليسار في حاجة اسمها سيتنجز، اللي هي الإعدادات، علامة الترس ديت هندوس عليها هيفتح لنا هنا هو إعدادات القناة بتاعتنا. أول حاجة في الإعدادات بيقول لك جنرال، الجنرال يعني الإعدادات العامة، بيقول لك إن أنت باليونت بتاعتك أو الوحدة التعامل مع القناة هي الدولار الأمريكي. بعدين بتخش في اللي بعدها اللي تشانل، الحاجات المتعلقه بقناتك. هنا هو زي ما انت شايف بيجيب لك البيزك انفو، المعلومات الاساسيه عن القناه، اسم القناه، تمام. وهنا هو الجوجل اكاونت لو انت عاوز تخش على الجوجل اكاونت اللي انت منشئ منه القناه. وهنا بيقول لك القناه من اي دوله، وبعدين بيخش تحت هنا هو على التاجز. هنا هو انا حاطط مجموعه من التاجز متعلقه بالفيديوهات اللي انا حاططها على القناه، وطبعا كل واحد له الحريه ان يحط تاجز معينه حسب نوعيه الفيديوهات اللي بيتكلم عنها. يعني لو انت مثلا بتتكلم عن شروحات باوربوينت او شروحات مايكروسوفت اوفيس، تقدر تحط ان هو تاجز افتراضيه دايما تتكرر في كل الفيديوهات. بعدين بتخش في اللي جنبها اللي هي الادفانسد سيتنجز، الاعدادات المتقدمه، تمام. هنا بتعمل حاجه اسمها اوتو جنريتد كابشن، لو انت مترجم مثلا الفيديو بتاعك من العربي للانجليزي يقدر هو بعد كده يعمل حاجه اسمها اوتو جنريتد كابشن، يعني ترجمه افتراضيه، تمام، او اليه للفيديو بتاعك. ده في حاله ان انت لو مثبت ترجمه معينه له هو بيعمل ترجمه افتراضيه بعدين. بعدين هنا بيقول لك display number of subscribers، يعني لو انت عاوز تظهر عدد المشتركين تقدر تدوس هنا وتعمل اظهار. هنا لو دوست عليها بتخفي عدد المشتركين، يعني الناس اللي بتخش قناتك ما يقدروش يعرفوا عدد المشتركين. هنا الاعلانات، هنا بيقول لك disable interest based ads، هنا بيقول لك ان انت توقف الاعلانات المتعلقة بحاجة معينة او باهتمام معين. لما تدوس عليها هنا يعني ايه هنا disable interest based ads، يعني الاعلانات المتعلقة باهتمام معين من الجمهور، او الاعلانات الشخصية المتعلقة بقنوات معينة او اهتمامات معينة، فانت هنا بتسيبها مفتوحه، مش هتعمل لها ديسيبل، وتخلي عادي كده اي اعلانات تجي لك سواء اعلانات فرديه او لاشخاص تقدر تحطها. بعدين بتخش في الاذر سيتنجز اللي هي الاعدادات الاخرى. عندك ان هو بيقول لك مانج يوتيوب اكاونت، هنا لو عايز تخش على اليوتيوب بتاعك الاكاونت بتاعك بتخش ان هو وبيجيب لك الاكاونت كامل اهو، ده حساب القناة، تقدر تشوف المزايا بتاعت القناة أو الفيتشرز أو سمات القناة، تقدر تشيل القناة أو تحط قناة جديدة، تمام. وهنا الإعدادات المتقدمة، إن شاء الله ممكن نعمل فيديو كمان للإعدادات المتقدمة في الأكاونت بتاع اليوتيوب. بنرجع تاني للجزئية اللي كنا فيها، لو أنت عايز ريموف يوتيوب أكاونت، لو فيه هنا هو قناة عندك أكثر من قناة على نفس الحساب، تقدر تدوس هنا على الرابط دوت وتقدر تعمل ديليت للقناه لو انت حابب. اهو بيقول لك طبعا تدخل باسورد بتاع الحساب بتاعك. بعدين الادفانسد شانل سيتنج، هو اعدادات برضو متقدمه للقناه، برضو هتلاقيها متعلقه بالامكانيات. مثلا لو انت في ويب سايت ان هو مربوط بالقناه تقدر تحطه وتعمل له اضافه، بحيث ان الناس تعرف ان في ويب سايت او بلاج معينه مرتبطه بالقناه.
تمام. بعدين بتخش في الفيتشر اليجيبيليتي، يعني هنا هو الاعدادات الاساسيه لقناتك، يعني الفيديو الابلود تقدر تعمل ابلود، تمام. دي الحاجات الاساسيه اللي تقدر تعملها. تقدر تعمل كرييت بلاي ليست، يعني تعمل قائمه لفيديوهات. تقدر ان هو تحط اشخاص، تمام، او فيديوهات او بلاي ليست لاشخاص تانيين غير قناتك. تقدر كمان تحط فيديوهات على البلاي ليست الموجودة أصلا، تمام. طيب المتطلبات عشان تعمل الحاجات دي، اهي المتطلبات requirement. بيقول لك ان ديت التشانل از فري اوف اكتيف، يعني بيقول لك ان القناة لازم تكون خالية من اي مشكلات متعلقة او من اي عقوبات عليها. يعني اي قناة عادية ما عليهاش اي عقوبات بيكون مسموح لها بان هي ترفع فيديوهات وتحط بلاي ليست او تخلي مثلا اشخاص اخرين يشتركوا معاك في البلاي ليست بتاعتك، تمام. بنخش في الفيتشر اللي بعدها او السمة اللي بعدها، الحاجات اللي هي بتتطلب منك تأكيد عن طريق رقم الهاتف. بنفتحها هنا اهوت ونخش ونشوف هنا اهوت. عشان ترفع مثلا فيديو مدته اكتر من 15 دقيقة، لازم يكون انت مأكد قناتك برقم الهاتف. عشان تقدر تعمل كاستم سبنيل، يعني صورة مصغرة مخصصة للفيديو بتاعك، لازم برضو تكون مؤكد التليفون بتاعك. عشان تقدر تعمل لايف ستريمينج، برضو لازم تكون مؤكد الرقم الهاتف. وعشان تقدر تعمل مثلا شكوى او ترفع شكوى لليوتيوب، لازم برضو تكون مؤكد قناتك برقم الهاتف. المتطلبات اهوت اهي، بيقول لك ان لازم تكون مأكد قناتك بالهاتف، ولازم القناة تكون زي ما هي زي ما قلنا هي enabled، ما يكونش عليها اي سترايكس او اي عقوبات. طيب الجزئية بقى المهمة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي الابلود ديفولتس او الاعدادات الافتراضية لرفع الفيديوهات. هنا الاعدادات الافتراضية مثلا على سبيل المثال، عايز تايتل معين يتحط دايما على كل الفيديوهات. لو انت بتتكلم مثلا في فيديوهات كبير، عدد كبير من الشروحات مثلا متعلقه بالاكسل او الباوربوينت، ممكن تحط هنا عنوان ثابت لكل الفيديوهات او ديسكريبشن ثابت تحت اهوت لكل الفيديوهات على طول اوتوماتيك. اول ما بترفع فيديو بتلاقي ان التايتل دوت او الديسكريبشن دوت موجود عندك. وطبعا هنا برضو نفس الشيء في اعدادات متقدمه، تمام. هنا هو برضو اللايسنس بتاعتك، ان هو ان اليوتيوب بيقول لك ان انت عندك لايسنس عادي. نوع القناه تقدر تختار الكاتيجوري بتاعها، الفئه هي هنا هو قناتكم مثلا education. تقدر لما تفتح القائمه تحدد القناه هنا هو متعلقه، هل هي مثلا انترتينمنت بالترفيه بالكوميدي او بالترافل او باي حاجه انت قناتك متعلقه فيها، تقدر تختار من القائمه هنا هو. هنا هو بيقول لك الاوريجينال فيديو لانجوج، يعني اللغه الرئيسيه او الاساسيه للفيديوهات بتاعتك. تقدر هنا هو تعمل اعدادات اضافيه، يعني الفيديوهات بتاعتي بالعربي فبتختار اللغه العربيه. الديسكريبشن برضو هنا هو بيقول لك لغه الديسكريبشن او وصف الفيديو، برضو هنا مختار عربيك، تمام. عندك هنا هو اعدادات افتراضيه للكومنتس، يعني للتعليقات على الفيديو. يعني مثلا انت عايز كومنتس معينه ما تظهرش مثلا، فانت بتعمل علامة صح هنا اهوت ان انت اي كلمات خارجة هو اللي بيتعرف عليها اليوتيوب نفسه وبيوقف التعليق عليها. طيب المونتايزيشن هنا اهوت تفعيل الاعلانات، تمام. هنا هو بتعمل صح على كل انواع الاعلانات بالديفولت، فده بيبقى اعدادات افتراضية بيشغل لك كل انواع الاعلانات، سواء الاعلانات اللي بتظهر تحت الفيديو او بجانب الفيديو او الاعدادات اللي هي السكيبل القابله للتخطي او غير القابله للتخطي او حتى الاعلانات خلال الفيديو. بعد ما بتشوف كل الاعدادات ديت بتعمل هنا سيف. طيب بالنسبه للبرميشن، الجزئيه دي برضو جزئيه مهمه، ان انت هنا هو تقدر تحدد اشخاص تانيين يتحكموا في قناتك. يعني لو فرضنا انت معاك شخص او اتنين اخرين بيتعاونوا معاك في القناة وبيرفعوا معاك فيديوهات فيها وبيساعدوك فيها، فتقدر ان هو تعمل انفايت، تمام، وتكتب ان هو اليوزر ايميل الشخص، تكتب الايميل وبعدين تختار ان هو نوع الحاجة اللي يقدر يعملها او الامكانية او الصلاحية بتاعته. هل هو يكون مانجر، يعني يقدر يدير القناة بشكل كامل، ولا يبقى اديتور يحرر بس فيديوهات مثلا او كده، تمام، او اديتور ليميتد، يعني حاجات معينه بس بالتحرير فقط،
تمام، تقدر تحددها انت بعدين، او يخش بس يشوف المحتوى داخل اليوتيوب ستوديو، او فيور يخش برضو على حاجات معينة تقدر انت تحددها في اليوتيوب ستوديو بتاعك. طيب بعدين بنخش على اليسار الكوميونتي، هنا هوت الناس اللي عاملة كوميونتي ومنشطة امكانية الكوميونتي. هنا هوت الامكانيات او الاعدادات الاضافية او الافتراضية للكوميونتي بتاعتك، تمام. هنا هوت الفلتر بيتكلم عن عمل فرترة او ترشيحات معينة، فتحدد ان هو اشخاص معينين يقدروا يخشوا على التشات اللي مكتوب ويشيلوا مثلا اي تشات ما يكونش كويس، اي دردشة كلمات معينة ما تكونش انت موافق عليها، فانت تقدر تحدد اشخاص بعينهم، بتكتب ان هو اليوزر نيم بتاع الشخص وبتحدده كمودريتور، يعني يقدر يخش ويشيل اي تشات او دردشة غير جائزة او غير لائقة. بعدين الابروفد يوزرز، هنا هو لو انت عايز تحدد اشخاص معينين يقدروا يعلقوا براحتهم من غير ما يحصل فلتر لاي تعليقاتهم، تقدر ان هو تحط اليوزر بتاعه. هنا هو هيدن يوزرز، هنا هو تقدر تحدد اليوزرز اللي الدردشه بتاعتهم او التشات بتاعهم ما يظهرش عندك خالص، يكون دايما مخفي. هنا هو الكلمات اللي يحصل لها بلوك ووردز، يعني كلمات تقدر تقفلها، يعني كلمات نابيه مثلا تقدر تحدد شويه كلمات، تمام، وتعمل سيف، يعني الكلمات دي بيحصل لها فلترة وما بتظهرش التشات بتاعها خالص في الدردشة. هنا هو تقدر تعمل بلوك لينك، لو دوست ان هو تعمل صح، يعني بتمنع الناس اللي بتكتب في الدردشة من حط اي لينكات او روابط في الدردشة. بعدين في الاخر خالص واخر امكانية اللي هي الاجريمنت، تقدر هنا هو تخش وتراجع البارتنر بروجرام بتاعك مع اليوتيوب او الشراكه مع اليوتيوب، تقدر تخش نقط في فيو اجريمنت وتقرا كل بنود وشروط الاتفاقيه مع اليوتيوب. ده كان رؤيه سريعه للاعدادات الافتراضيه لقناه اليوتيوب بتاعتك، وارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهارده، ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.